ألو ألو، السلام عليكم. لاباس؟ بخير، الحمد لله. الله يبارك فيك. مرحبا بك معك ابتسام، ابتسام. منين؟ ساكنة بقلميم. أنا من رشيدية. قلميم الراشدية. شحال في عمرك؟ 23 سنة. 29 سنة. من بغيت تريد تاس؟ صاحبي شنو سميته؟ حمزة. منين؟ من بني ملال، مخدم في بويزا كارن. بوزا كارن. اها، شحال في عمره؟ 30 سنة. شحال مشيو بيا مع بدياتكم؟ يلا بدينا، مي بغيت نعرف شنو كاين من دابا. شحال دي باش بديتي معاه؟ ايه شي 3 اليوم ولا 4 اليوم هكا. فين تعرفتي عليه؟ تعرفت علينا بويزا كان كاين عند جدي. جي دابا كاينه بوزا كان عند جدك. اييه. كيفاش نقع عليك؟ كيفاش نقع عليك؟ لقينا في الشارع. اها، تبعك. اها، قال لك مع الثاني. قال لك بس بس. لا لا، وين؟ شنو قال لك؟ والله دخلنا في القصه، راه بينا نشري جدي دراعه ودوينا في المصاري. اي صافي، عجبك؟ عجبتيه. الله يسخر. الله يسخر. يلا راني النمره ديالو. صفر. اها، هي اها اها. يلا ما تهضريش. اسمع اسمع، مبقيتش نغبر عليكم. صافي، انا معاكم. حنان، والله احسن حاجه انها تعرف. كنتمنى هاد السيد يجاوب دابا وتعرف الحقيقه من الديبار، ماشي تطول معاه من النهار الاول. يموت المش باش ما تكون لا تعلقات به لا مولفه لا والو. حاجه وحده غدير تبلوكيه بعدا وتمسح النمره ديالو وتعيش مرتاح بحال ما عرفات والو. تعرفات على انتصار في السوق. المرة الأولى حمزة ما جاوبناش، نعاودو نصونيو ليه واحد المرة. ها وردة، بغا تعرف واش عندو شي وحدة. سيبو، منين نتا؟ علاش كتسولين وحدة منين؟ أنا من المغرب. عاودة كتسولين منين نتا؟ من العيون وساكن في كازا. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا سي حمزه. هذا مساء الخير، كي داير استاذ؟ لاباس عليك؟ بخير. لا بخير. العائله، الاحوال ديالكم كل شيء تمام؟ كلشي بخير، خير الحمد لله. الله يطول لنا عمرك. نهار كبير هذاك، ما فيقناك من عاسيك، ما اتصلنا بك شي وقت غير لائق للحديث. لا لا يا اخي، الله يطول لي عمرك. معايا حمزه من بوزاكارن، سن 30 سنه. تحياتي ليك. قبل ما نقدم لك راسي السي حمزه، بغيت نطرح عليك واحد السؤال. واش كتصنى طاسي ديال الراديو مره مره ولا والو؟ ماشي مرات اخي. ماشي ديك. مرحبا واهلا، معك مصطفى المقصدر، مقدم برنامج خطوه قبل الزواج. انت حاليا دايز معنا على المباشر في الراديو على اثير يونا وموجه 96.04. جاءنا اتصال من عند واحد البنت من مدينه بني ملال. اوكي، راه كتسمع فيك دابا، هي اللي عطاتنا الرقم ديالك وهاد المعلومات باش نتصلوا بك، على ما قالت لنا بلي انت وياها كتجمعكم علاقه حب. مصطفى المقصدر. هي زيد اخي. اوكي، قالت لنا بلي انت وياها كتجمعكم علاقه حب، وبغات دير لك واحد السربريز، وفي نفس الوقت عندها شي هضره في حقك بغات تبوح لك بها من خلال البرنامج ديالنا. انا غندوزها لك السي حمزه بالساعه تهضر معاها. دوزها دوزها. كنظن راك عرفتيها شكون. قبل ما ندوزك، شكون هي البنت اللي جات على بالك وانت كتهضر معايا؟ ما تذكرش الكنيه ديالها غير. انا شكون هي؟ شنو؟ دوزها غادي نقول لها انا شكون. لا ما يمكنش، ضروري خصك تعرفها عاد نعطيها لك. لا لا، دوزها نقول انا شكون دي باش تسمعها الثمت. لا ما يمكنش، ما يمكنش دابا غتقول لي انت شكون هي. غير السميه، ما تقولش كنيه، غير السميه باش نتاكدوا بلي راه هي اللي متصله وغندوزها لك. سمعني هذا الشيء، انا ديما تنتفرج في هذيك خيدي اللي قول لها بلا سير جوج عندو بنيه على اللي دايره سوبريز. كيفاش؟ قول لها السيد دار مجواج وعندو بنيه 5 سنين. هادي حلف بالله، حلف بالله الا مزوج. والله الا مجوج وعندو بنيه عشيره. قول لها سير الله يعفو عليك، راه ما تعرف حتى شي وحده بهذا الشكل.
وباش عرفتي بلاتي باش بالله عليك حمزه باش عرفتي بلي مارس كريم متصله؟ انا ما بغيتش ندوزها من الاول، ولكن هي بقات قالت لي لا راه، يا اخي انا ما تندوي مع حتى شي وحده عشيري. ولكن باش عرفتي انت مارس كريم متصله؟ كيفاش؟ باش عرفتي انت مارس كريم متصله؟ حيت انت من الاول هضرتي معايا وانت متاكد. مرتي ما عداش مع هادشي، ولكن باش عرفتي هي اللي صونات عليا؟ ومرتي ما عداش مع هادشي اللي تقول انت كاع. ومارسك فين كاينه؟ بني بلال؟ لا ما كايناش بلي ملا، فين كاينه؟ واش غادي نقول لك فين كاينه؟ عادي رايك كنسمعوا غير الصوت ديالك، حنا ما كنعرفوك انت براسك ما كنعرفوكش، غير كنهضروا وصافي. نقول لك فين كاينه، ما محققش تعرف فين كاينه مرتي، اتفق مرتي معاك. وما تعرفش فين كاينه، ما وقعت تعرف انت سير لي في الراديو. واخا هو الله يخليها عليك ويخلي لك البنيه ديالك. يا رب امين اخي. اوكي السلام عليكم يا لاله. وعليكم السلام. ها هو معك. الو حمزه، شكون معايا اختي؟ انت شكون؟ انا ما عرفتينيش. لا ما عرفتكش، ما تنهضر انا مع حتى شي وحده ما تجاهل. شوفو كان واش ماشي وكان شتوك انا ومزوج قالك لك انت على الراديو راه كلشي تتسمعي. وعندك بنيه؟ اي زيد. ما عرفتيش شكون معاك؟ لا معاك ابتسام. شكون ابتسام؟ ويلا شكون ابتسام؟ بالبارح ملي كنا مريحين قلت لك خاصك قلت لي انا شفت مكلمين. لا ما عرفت انا ابتسام ما كاع خصني اسمحي لي. ويلا ما عرفتينيش. سعادك هي اللي كانت معاك مراتك ماشي اختك. انا مداوي انت بعدا ما عرفتش. شوف انت وقيلة تبدو ماشي وعد آخر من غيري. لا ما أنا كان عارفة ما كان دوي حمزة اللي ساكن في بوي ذاك. ونقول في لك عن حمزة هذا من بالي كيف هذا الراديو ولا؟ ولا أخشى رقا ما تنعرفين هيك الدرية وما عمرني دوي أنا في وحدة قابل المراد. وانا اللي ما مكتبت انا شي على فهاد المراد يلا انا بقت انا شويه ابل ما طلعش شحال. امتى هادشي؟ اليوم. غير اليوم صاحبي. مالك ومنيت واش انتي ضاربه شي حاجه ديال الخبز؟ نسيتي تنعرفي النمره ولا ما نسيتيش؟ ملي لقيتها في الفرقه عطيتها لك انت انت وصاحبك. كنت خارجه مع الميمه. لا ما عرفت انا خديتي تدوي على انت ولا راك تمرقني يلا الله يعاونك تقطعتي محمد. راه انت اللي مريضة تصوني في النمرة هاي وش تقولي؟ راه انت اللي مريض والله. انت اللي مريض وكتسال بنات الناس وانت شي مرة تقطع. حط بالله سحب عبيلك يلا الله يعاونك. سلام عليك قطعتي محمد. شكرا. الو الو انا بمزيان على سلامتك اختي. الله يسلمك اخويا. شكرا. قطعي من عندك. قطعي نوري يا اخي ما فهمتش اليوم كان هذا. شنو قلت لكم اخوت؟ قلت لكم غادي يجيبوا اللايف مع البحث ونصرا ساليهم.